يعني قبل ما تحلف على الكذوب رد البال بأن هذا الحليف راه والعياذ بالله غادي يكون سبب لدخولك إلى النار. الإنسان إما أن يحلف بالله صادقا وإما أن يصمت. كتلقى شي واحد تيبيع شي سلعة هو عارفه ماشي دوريجين، يقول لك أقسم بالله إلا دوريجين، والله العظيم إلا هذه دوريجين، هذه يمين غاموس. ولا شي واحد تيبيع شي طوموبيل وعارفه دايره كسيدة، تيقول لك والله ما عمرها درت شي كسيدة، هذه انا اللي كسبتها من النهار الاول، ويحلف بالله، هذه يمين غاموس، هذا كيحلف على الكذوب. ولا شي واحد بيبيع شي دار، كتقول لي غنعطيك قدا وقدا، تيقول لك والله الا عطاوني 130 وراه ما عطاه حتى واحد.